بهذا الفيديو راح نحكي عن coordinates of a point and coordinates of a vector in a plane. مثل ما شايفين هلا منطلع عنا هون الفيكتور اي والفيكتور جي عندهم نفس الديستانس، مربع واحد للاي مربع واحد للجي، معناتها هيدا نورمال سيستم، ولانه في زاويه 90 فهو اورثو، يعني هيدا اورثو نورمال سيستم. هلا نحن مش عارفين الكوردينيتس للان، هون بالرسمه اذا عديناهم حسب الاي 1 2 3 يعني الاكس للام، نحن بنعرف انه البوينت ام حيلا بوينت بقلب السيستم بيكون عندها ابسيسا اسم من الا اكس وعندها اوردينيت من الا شو واي اوردينيت، اثنيناتهم مع بعضهم الاكس والواي شو بنقول لهم كوردينيتس. طيب هيدي الاكس للام قديش هي؟ بنعد كم اي، هيدي اول اي، هيدي تاني اي، هيدي تالت اي، فاذا الاكس تعلتها هي اي، الواي تعلتها قديش؟ عفوا الاكس تعلتها هي 3، الواي تعلتها قديش للام؟ هي 2. فهون الام شو بتكون؟ الاكس تعولها 3 والواي 2، يعني الام هي 3 2. طيب لك شو بدنا نقول نحن هون؟ الام الكورد، اذا الام اذا الكوردينيتس للام هن اكس وواي ان سيستم او اي جي، هذا الشيء بيعني انه الاو ام ايكوال اكس اي بلس واي جي. الفيكتور او ام، كمان بنرجع لشيء ماخذينه بالدرس اللي قبل، الفيكتور او ام لنوصل من الاو للام بدنا نمشي 3 يمين و2 طلع، 3 يعني 3 اي، 3 من الفيكتور اي و2 من الفيكتور جي، فبصير الكوردينيتس الفيكتور او ام هو 3 اي بلس 2 جي. هيها 1 فيكتور او ام هي 3 اي بلس 2 جي، او فينا نكتبه بهذا الشكل مباشرة انه الاو ام هي 3 و2، الاكس تعولتها 3 والواي تعولتها واي، ماشي؟ طيب مثل هون قلنا الاو ام هي اكس اي بلس واي جي، هون نفس الشيء الاو ام هي اكس اي بلس واي جي، الاكس هون 3 والواي شو هي؟ 2. طيب فاذا الكوردينيت للام كانت 3 2، سهله بتعرفوهم من الصف السابع لهول، 3 على الاكس و2 على الواي. انتبه هودي 3 هن 3 من اليونت اي، يعني عندي اي واي واي صاروا 3 اي، وهون كمان الجي هن 2 جي، يعني انطلاقا من قديش حاطط لي الاي، يعني لو حاطط الاي مربعان يعني كل مربعان بحسبهم وحده، يعني مثلا لو الاي كانت مربعان هون بصير هيدا كله 1 يونت وهيدي شو بتصير؟ نص يونت بالنسبه للاي، فبصير الاكس للام هي 1.5 مش 3، بس لانه الاي هي مربع واحد ومن هون لهون في عنا ثلاث مربعات، معناتها صار عنا شو؟ 3 يونتس، فالاكس بتكون 3 والواي بتكون 2. ليش 2؟ لانه قد جي مرتين. طيب بنيجي كمان لشكل ثاني، لو كان السيستم نورمال بس مش اورثو، نورمال يعني يونتس قد بعضهم، طلعوا في عنا من الام جاي 2 يونتس على الاكس ويونت وحده على الواي. هون الام انا كاتب اكس واي بسيستم او اي جي، لك شو بنقول الاو ام، يعني بنحط اول شيء الاوريجن اللي هو او، هون اوريجن او، الاوريجن او هيدا اسمه اوريجن، اوريجن هيدا اليونت على الاكس اكسس، هيدا اليونت على الواي اكسس، فبقول الاوريجن بيرجع النقطه اللي عندي اياها او ام، او ام مش حيلا عم بحطها انا، اول شيء الاوريجن بيرجع شو البوينت اللي عندي اياه، شو بتساوي وشو اتفقنا فوق؟ اكس اي بلس واي جي. ليش اكس اي بلس واي جي؟ بالحقيقه بحط الابسيسا بالاول وبرجع اليونت اللي على الاكس اكسس بلس الاوردينيت اللي هي واي، وبرجع اليونت مضروبه باليونت اللي على الواي اكسس. يعني مثلا هون الام اذا حسبناها بهيدا الجراف، الام هي 2 1 ماشي، حتى لو كان مايل، حتى لو كان مش اورثو ما عنده زاويه 90، فيني عدهم عادي 2 يونت على الاكس اكسس ويونت وحده على الواي اكسس لنوصل للام، فالام بتكون 2 1 2 1 بالسيستم او اي جي. شو بيعني هيدا الشيء؟ خليني بحط الاو والام اول شيء، او ام ايكوال، هلا بحط ال2 والاي هون 2 اي، بيرجع بلس بحط ال1 والجي هون بلس 1 جي، ماشي؟ فاذا الاوريجن مع الام بحطهم على جنب اول شيء، بشكلوا لي فيكتور او ام، بيرجع الابسيسا بحطها مع اليونت اي، زائد الاوردينات بحطها مع اليونت جي، بصير او ام ايكوال 2 اي بلس 1 جي، يعني الاو ام هي 2
1. هلا هو دغري انتو بتشوفوا لو ام هي 2 و1، فينا نحطها دغري هيك 2 و1، بس لازم اعرف هودي عم يحكيون هلا بهذا الشكل لانه لهم هدف تاني بعدين. انت دغري فيك تقلي الاو ام هي 2 1، يعني الاو ام هي 2i بلس 1j، يعني تكتب لي بس هيدي وهيدي. ايه هول يعني بلا ما تمرق فيهم دغري الام هي 2 و1 والفكتور او ام كمان 2 و1، فينا دغري نحكيهم هيك، بس هيدا التفصيل مهم لشغلات بدي احكيها بعدين. كمان اذا منطلع بهذا السيستم اللي تحت، لاحظوا هون الاي مش قد الجي ماشي، كمان لاحظوا مش برمنديكولار، يعني هيدا لا نورمال ولا اورثو، هيدا بنقول له سيستم عادي، لا اورثو نورمال ولا اورثوغونال ولا نورمال، بنقول له سيستم ان اي بلين. ليه؟ لانه اليونتس الاي فيكتور اي والفيكتور جي هن مش كولينير فبيعملوا سيستم. قبل شوي حكينا حكينا نوت بالفيديو اللي قبل انه لي تو فيكتورز يعملوا سيستم لازم يكونوا مش كولينير، هول الاي فيكتور اي فيكتور جي مش كولينير فهن بيعملوا سيستم. شو راح اقول هلا انا؟ راح اقول بدنا نحكي عن الام، شو الكوردينيتس للام؟ الكوردينيتس للام يعني الاكس للام والواي للام، هيدي كلها من هون من الاو للبي هي الاكس للام، وهيدي كلها من هون لهون هي الواي للام ماشي. فاذا الام كانه صارت شو؟ صارت الام الاكس لها هي او بي والواي لها هي او كيو. شنو هولي فوق؟ هولي فوق بيقولون الجبريك ميجر، يعني مش ديستانس المقصود فيه هون، مثلا الاو بي هي مسافه، بس اذا انا حطيت فمن هذا الميجر هذا الشيء بدل على شيء اسمه الجبريك ميجر، يعني عم بحكي انا عن ابسيسا واورديناتي، يعني ممكن يطلع نيجاتيف الاو بي مع هيدا ممكن يطلع نيجاتيف، بس بلا هيدا بصير اسمه ديستانس. هون انا عم بحكي عن ابسيسا واورديناتي، الابسيسا والاورديناتي ممكن يكونوا نيجاتيف ف وممكن يكونوا بوزيتيف، عشان هيك بحط فوق منها الجبريك ميجر، انه انا مش قاصد ديستانس او بي، قاصد شو؟ الابسيسا او بي، وهيدي قاصد الاورديناتي او كيو، عشان هيك بحط فوق منهم هيدي الشحطه. طيب فاذا الام هي او بي او كيو بالسيستم او اي جي، هذا الشيء بيعني انه كمان مثل قبل او ام ايكوال الاكس هي هيدي او بي، بكتب او بي مع اليونت فيكتور اللي على الاكس اكسس زائد او كيو مع اليونت فيكتور اللي مين؟ اللي مع الواي اكسس. فاذا هذا الكوردينيتس للفيكتور او ام، انا هول كتبهم فوق، هي بلا ما اكتبها هون كتبتها تحت ماشي. طيب يعطيكم العافيه.